الأرصاد الجوية تحذر من طقس غير مستقر الأسبوع المقبل وسيول بالبحر الأحمر. حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من الطقس غير المستقر بدءا من الثلاثاء المقبل، تبلغ ذروتها يومي الخميس والجمعة، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم أنحاء الجمهورية، يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية أيضا على معظم أنحاء البلاد حتى القاهرة وعلى السواحل الشمالية المطلة على البحر الأحمر، قد تصل لحد السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء وأمطار متوسطة على محافظات الصعيد. وقالت الهيئة في بيان صحفي إنه من المتوقع أن يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح والتي تزيد من الإحساس ببرودة الطقس وإضراب في حركة الملاحة البحرية، بالإضافة إلى الشبورة الكثيفة في الصباح الباكر عن معظم الطرق. وأيضا ناشدت الهيئة المحافظات الواقعة والمعنية بحدوث ظاهرة السيول اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة فيها. معنا على الهاتف دكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضراتكم السادة المستمعين، بشكل اهلا بحضرتك. يعني حقيقة الطقس وتغير الطقس ووضعه غير المستقر في الأيام المقبلة. زي ما احنا قلنا سابقا، ما زلنا في فصل الخريف، ومن أهم سمات فصل الخريف هو وجود حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اللي بتكون سريعة وقوية، يعني بتقعد لها يومين ثلاثة بالكثير، ويكون قوية، يعني بيبقى فيها ظواهر بتاعتها بتبقى قوية. هذا ما حذرت منه الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها اللي بيقول إن شاء الله اعتبارا من يوم الثلاثاء الجاي تبدأ حالة عدم استقرار، هتكون الذروة بتاعتها يوم الخميس والجمعة، من منتظر أمطار شديدة على السواحل الشمالية والوجه البحري، هتكون خفيفة على القاهرة ولكنها قد تصل إلى حد سيول على سيناء وثلاثة جبال البحر الأحمر. ان شاء الله. دكتور احمد، يعني يهمنا جدا نعرف هل هناك امكانية حدوث سيول اخرى في